السلام عليكم. الفيديو ده هيتم التوضيح فيه كيف تم تنفيذ هذا المشهد. هسيب لينك القناة اللي تم تنفيذ فيها أو إنتاج هذا الفيديو في الوصف. مبدئيا دي الموديل للسيارة اللي يتم تحريكها في هذا الفيديو. كل المشهد ده كله 3D في بلندر. المبنى ده معمول تكتشر، مفيش أي حاجة واقعية، ده كله 3D. دي أول حاجة السيارة. طيب تمام، بيقول ان الماتيريالز واقعية. ده طبعا موضوع الريجنج. ريجنج السيارة، في شرح لريجنج السيارة في الفيديو ده او في الوصف الفيديو، تم شرح في القناة ازاي نعمل ريجنج السيارة، ولكن بيتم التحكم في الويلز الاولى والتانية وممكن الأبواب. هو هنا يتحكم طبعا في الارتفاع والانخفاض للسيارة. هو عمل ريجنج هنا للجزء ده، طبعا ده غير واقعي، لكن بما ان المشهد اكشن فما فيش مانع. تمام، ده كده اول شوت، واستخدم طبعا الفاير. ده بدون إضافة أي مؤثرات. بيقول إن ده التست يعني. تمام، وده الموديل فيو بورت بدون استخدام أي ماتيريالز. طبعا احنا ملاحظين السكراتشز. في الجزء ده السكراتشز واضح جدا، السكراتشز هنا. هنشوف بعد كده بقى اضافة الاشجار. المشهد ده طبعا مش اي جهاز يعمل لي رندر، في محتاج بعض الرامات عالية، والمحتاج كارت شاشة لا يقل عن 8 جيجا، لان المشهد فعلا ضخم. في عدد الاشجار اللي انا استخدم بروكسي الاشجار والبارتكل سيستم هيتقل المشهد. تمام، نيجي بقى المشهد المطاردة. ده كده تقريبا انتهى اول شوت. نيجي للشوت رقم 2. السيارة طبعا انا هستخدم موديل جاهز. وهنا دي القلعة، وهيضيف طبعا بارتكل سيستم اشجار على جانبي الطريق. ممكن لأن المشهد يكون معقد، فممكن استخدام ويت بنت أو الجريدنت ماب أو الفيرتكس جروب أو الفيرتكس بنت، بحيث الكاميرا كل اللي يكون ظاهر في أمام الكاميرا ظاهر، واللي في ظهر الكاميرا يكون مخفي. ده طبعا عشان يقلل على وقت الريندر تايم. ده موضوع ادفانسد تماما. وطبعا اللي مهتم ان شاء الله يكون في خلال الشهر القادم الورشة الثالثة اللي اتكلمنا عنها، يكون انا اشرح فيها ازاي نصمم سيارة من البداية. ده طبعا البارتكل سيستم والاشجار، هنا البارتكل والاشجار. هو ميزة المشهد اللي معطوه واقعية اللي هو عامل ماتش. خلينا نقول في ماتش هنا ما بين الكالر للسيارة والانفيرمنت، ما يكونش مثلا في كونتراست اكتر من اللازم. فلما دي بعد الدونيز يعني حتى بدون استخدام كولوريكشن، فهو في ماتش بين لون السيارة والانفيرمنت المحيطة. كلام سليم. طبعا لو استخدم موديل جاهز. وده الشوت التاني. تمام، ده كده كان مقدمة بسيطة. إن شاء الله يتم في خلال أسابيع بسيطة شرح كيفية ورفع الورشة التدريبية لكيفية تصميم سيارة من البداية في بلندر. إلى اللقاء في الدرس القادم.